انت وكيل الوزارة دارين نعرف اهمية المشروع وهل هو مطلوب بسرعة وبوضوح؟ المشروع مطلوب امس قبل اليوم، ومطلوب اليوم قبل الغد، لانه يعني هؤلاء الابناء والبنات الان هم فعليا يعيشون عصر التعليم الالكتروني، فاذا ما دخلوا هذا العصر يستطيعوا ان يعيشوا، يستطيعوا ان ينافسوا، لانه ابنائنا وبناتنا اثبتت كل الظروف وكل التجارب وكل المواقف انهم اذكياء، انهم عندهم الحماس، عندهم التطلع، عندهم المقدره لاستقطاب او استخلاص الفائده من اي موقف من المواقف. الان نحن نرى في احياء طرفيه فقيره ما فيها كهرباء، وانما بيستخدموا الوابورات، وابورات الديزل علشان يولدوا الكهرباء. نجد معاهد لتعليم الحاسوب، ونجد الابناء والبنات بالمئات يتدافعون ليسجلوا في هذه المعاهد، فاذا ما وجدوا في مدارسهم هذه الفرص انا متاكد انهم سيستفيدوا منها، سيتعاملوا معها بهمه عاليه وبرغبه كبيره، وسيحققوا النجاح فيها ان شاء الله.